السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال 24 بيقول لي ملف لولبي طوله 20 سنتي، يعني ال بتاعت الملف تساوي 20 سنتي، يعني 0.2 متر قسمنا على 100. نص قطره 2 سنتي، نص قطر الملف يساوي 2 سنتي، نقسم برضو على 100، يعني هيبقى 0.02 متر. وبيتكون من 500 لفة، يعني ان تساوي 500 لفة. يتناقص فيه التيار من 3 امبير الى 1 امبير، يعني الاي نود او اي انيشال بتساوي 3 امبير، والاي فاينل بتساوي 1 امبير في زمن قدره 0.1 سكند، يعني التايم 0.1 سكند. حدد مقدار المجال الكهربائي المستحس، عايزين ايه المستحس بتساوي كام داخل الملف اللولبي على بعد اقل من نص قطر. يعني احنا عايزين نجيب على بعد اقل من نص قطر، يعني الار بتساوي كام؟ بتساوي 0.01 متر. خلي بالك، يبقى انت دلوقتي عندك الملف اللولبي عامل كده، احنا عايزين نجيب على انهي بعد؟ عايز اجيب على بعد اقل من نص قطر، يعني عايز اجيب المجال على بعد هذا البعد، اقل من نص قطر الملف اللولبي. تمام، هنبدأ من فين؟ هنبدأ من القانون اللي بيقول لي ان تكامل على مسار مغلق اي دي اس يساوي سالب التغير في التدفق المغناطيسي بالنسبة للزمن. يبقى تكامل على مسار مغلق اي دي اس يساوي سالب دي فاي بي على دي تي. هذا المقدار بيتفك الى اي مضروبة في 2 باي ار، اللي هو المحيط بتاع المسار هذا، هيساوي سالب الدي فاي بي على الدي تي. وبعدين عشان تبقى المعطيات والحاجات دي كلها قدامنا، نبدأ هنا نفكر مع بعض. هو اصلا التدفق هيساوي ايه؟ التدفق المغناطيسي هيساوي البي في الايه. طب والملف اللولبي البي بتاعته بتجاب ازاي؟ ميو نود في ان في اي، والاي ديت مساحة مين؟ مساحة المكان اللي بيتغير فيه المجال المغناطيسي، اللي هي الجزء داخل الملف، اللي هو هيبقى باي ار سمول تربيع، مش باخد الملف كله. يعني معنى كده شباب هنعمل ازاي؟ هنقول ان الفاي بي هيساوي ميو نود، تمام، ان سمول اللي هي ان كابيتال على ال، تمام، مضروبة في الاي، مضروبة في ايه؟ في الباي ار تربيع. وناخد الموضوع ده كله ونعوض بيه في القانون اللي انا مسحته من شوية، اللي كان بيقول لي ان الاي مضروبة في 2 باي ار يساوي سالب دي على دي تي الفاي اللي هي بتساوي كل الكلام دوت، ميو نود في ان في اي في الباي ار تربيع قسمة ال. فاكر لما كنا بنطلع الثوابت قبل المشتقة ونسيب المتغير؟ المتغير اللي هو شدة التيار. يبقى انا عندي كده ال اي مضروبة في 2 باي ار هتساوي سالب ميو نود في ان كابيتال في باي في ار تربيع قسمة ال في الدي اي على الدي تي، عشان الاي هي الوحيدة المتغيرة عندي فاينل واي انيشال. تمام، هنختصر مع بعض، الباي تروح مع الباي والار تروح مع التربيع،
يتبقى لي 2، الـ2 تنزل هنا في المقام، يبقى انت كده عملت القانون خلاص وتقدر تعوض. هيبقى شدة المجال الكهربي بتساوي سالب ميو نود اللي هي 4 باي 14 أس سالب 7 ان اللي هي 500 لفة مضروبة في الار اللي هي المكان اللي انا عايز اجيب عنده المجال اللي هي 0.01، كل ده مقسوم على ال ومضروبة في 2 اللي انا حركتها، 2 ضرب ال اللي هي بـ0.2. الدي اي على الدي تي طالما عندك اي فاينل واي انيشال يبقى هتساوي 1 ناقص 3 اي فاينل ناقص اي انيشال قسمة الزمن اللي هو كام، 0.1 سكند. هتضرب كل ده في بعضه يبقى اذا ان الاي بتساوي 3.142 ضرب 10 أس سالب 4 فولت لكل متر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.